بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعمل مثال تاني، هنتكلم على الميوتابل ليست. في الاكزامبل ده عايزين، طبعا انا عملت الميوتابل ليست عشان برضو نشوفها، وفي نفس الوقت نستخدم بعض بقى الايه الامكانيات زي الاد والريموف والتشينج والكلام ده كله ونشوفه. فعرفت سالاريز، والسالاريز دي ميوتابل ليست اوف، وهبعت له بقى القيم اللي انا عايزها. بعت له مثلا 10,000، 20,000، 15,000، 23,000 الى اخره. خلاص، شوية ارقام ماشي. عايز اقول له بقى السالاريز ديت اقدر اعمل فيها عملية اد، بقول اد بس كده، جميلة جدا. وما له مثلا ايه 17,000. دي طريقة. ممكن اقول له السالاريز دوت مثلا، لو انا عاوز، طبعا انا بقول طبعا الاري، طبعا السايز بتاعها كان ديفايند، متعرف خلاص وما اقدرش اغيره. الليست لا، دي مش بري ديفايند، يعني انا بحدد واقدر ازود زي ما انا عايز، لان الليست اصلا مبنيه على عنصر، على 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 عنصر اساسي اسمه اري ليست جوه البرمجه. خلاص، فهو يعتبر كده اكنك بتتكلم في ريسايزابل اري، يعني الكوليكشنز كلها تعتبر تحت الفكره دي شويه، رغم ان في انواع هتبقى مختلفه زي ما هنشوف ان شاء الله زي الماب والكلام ده كله. المهم، كل اللي عايز اقوله ايه دلوقتي، بيعمل سالاريز شافل الاول. بس هو انا قلت سالاريز اد، ضفت اليمنت، ريموف الاندكس رقم 1 فيشيله، احط في الزيرو 13 كده يعمل تشينج. سالاريز دوت شافل، شافل يعني يبدا يبدل القيم في زي كده، يراندم الترتيب. وعملت برنت لاين للسالاريز دي، اطبع لي بعد ما حصل شافلنج ويتغيرت الترتيب. فقال لي 15,000 و13,000 17,000، يعني 15 13 اول عنصرين، وبعد كده 17 23. طلع لي 15 17 و13 ايه 23. الدنيا بقى ايه بعد الشفل بتختلف كل مره.